نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وشفنا شوط اول مثير وتبادل الهجمات بين الاهلي وبيراميدز وفرص ضايعه وحالات تحكيميه، ولكن كابتن عادل لازم نبدا بيك لان انت توقعت حاجه في الاول وكنت متخوف جدا وفعلا حصل كده في الشوط الاول. طبعا يعني بيتمنى يعني اصابه كرامه ما تكونش اصابه كبيره وانه يبقى موجود في المباراه القادمه، اتمنى ان يكون حاجه خفيفه يعني ويرجع بسرعه. طب بمناسبه كهربا معلش، معانا زميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراه، نطمن منه بس على حاله كهربا. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوف حضرتك الكرام كابتن علاء مهيوب والكابتن محمد يوسف والكابتن عادل مصطفى والكابتن هاني العجيزي. عايز اطمنك يا كابتن ايمن واطمن كل جماهير النادي الاهلي، كهربا كان اشتكى من شد خفيف في العضله الخلفيه. طبعا الجهاز الطبي والجهاز الفني كان مدي تعليمات للعيبه لان اي لاعب وقت ما يحس باي شد او اي اصابه من بدايتها يفضل ان هو يغيره ويريح، وفعلا يعني اطمنه وتاكدنا ان هو شد بس في العضله الخلفيه لكهربا، فضل الجهاز الفني ان هو يريحه. وايضا لمزيد من يعني ان احنا نطمن الجماهير هيتم عمل اشاعه ايضا بكهربا يعني عقب المباراه ان شاء الله، لكن انا بطمنك يعني مبدئيا ان شاء الله شد بس خفيف في العضله الخلفيه، وان شاء الله يعني كهربا ان شاء الله يبقى موجود في مع الفريق في المباراه القادمه باذن الله. نتمنى كده ان شاء الله باذن الله، ونتمنى السلامه لجميع نجوم النادي الاهلي النهارده باذن الله. شكرا زميل العزيز فاروق صلاح.